السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله المجتمع والأهل كويسين وإن شاء الله الأمور بتصير الأحسن. تاريخ اليوم 21/8/2023، تاريخ مميز لمحاربة النفس الأمارة بالسوء. قلنا أهم شيء ننظم أولوياتنا، عاداتنا الغذائية، عاداتنا الصحية، عاداتنا الرياضية، عاداتنا الدينية، ما نكون متعصبين لشغلة معينة أو عادة معينة نفكرها هي صح، لأنه هاي كانت عاداتنا. في كل الأديان بيقولوا أنه العادات القديمة فيها الكويس فيها مش الكويس، احنا ناخذ الكويس من كل عادة، من كل مذهب، من كل دين، من كل ملة، ناخذ الشغلات الكويسة من كل أحد، الله المستعان. لأنه الجهل والتعصب سواء كان رياضي أو كان ديني أو كان جنسي أو كان، بيخرب كل شيء، بيؤدي للحروب. الله المستعان. دائما والله يجيبكم الخير والرزق والنجاح والفرح والتوفيق كل أنواع النعم إلكم قبل ما يجيبوا إلي. وقلنا مرات عشان نفكر صح لازم نعمل رياضة صح، علشان نعمل رياضة صح لازم ننام صح، عشان ننام صح لازم نعمل رياضة، كله مرتبط مع بعض. زي العلم والدين بيقولوا جناحان للعصفور، إذا ما مشوا مع بعض العلم والدين بيسقط. سلم إيديك وقلبك.